أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج المنصة، نناقش فيها هذه الحلقة إعلان الأمم المتحدة عدم وصول المساعدات إلى أكثر من 5 ملايين مواطن في اليمن. الأحد الماضي قالت الأمم المتحدة إن أكثر من 5 ملايين مواطن يمني يعيشون في 75 منطقة لا تصل إليهم المساعدات. جاء ذلك في تقريرة نشرها مكتب الأوتشا التابع للأمم المتحدة الخاص بتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن على صفحته في تويتر. وفيما تتحدث منظمة الأمم المتحدة عن صعوبات تواجه فرقها الميدانية، إلا أنها لم توضح نوعية صعوبات ولا من يتسبب بها. الأمر بحاجة لشفافية حقيقية من منظمة دولية بحجم الأمم المتحدة ليعرف الرأي العام المحلي والدولي هوية من يحول دون وصول المساعدات إلى مستحقيها. يأتي هذا الإعلان إضافة إلى اعتراف أممي سابق بالعجز عن مواجهة المجاعة في اليمن، وأن نحو 80% من اليمنيين بحاجة للمساعدات الإنسانية. في حلقة اليوم نناقش معكم أسباب عدم وصول المساعدات لمستحقيها ومن المسؤول عن ذلك، سواء في مناطق الشرعية أو في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، وكذلك ما الذي ينبغي القيام به لضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين في ظل حالة العزلة المفروضة على السكان، ما يحول دون وصول أصواتهم إلى وسائل الإعلام. قبل البدء دعونا نتابع التقرير التالي ومن ثم نبدأ. أعلنت الأمم المتحدة الأحد الماضي عن جانب من جوانب الكارثة الإنسانية في اليمن بالقول إن أكثر من 5 ملايين مواطن في اليمن يحتاجون لمساعدات ويعيشون في مناطق يصعب الوصول الإنساني إليها. ورد ذلك في تغريدة نشرت على حساب تويتر الخاص بمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن أوتشا. وبحسب الأوتشا فإن هؤلاء المحتاجين الذين يصعب الوصول إليهم يعيشون في 75 منطقة يمنية، ويمكن التأكيد أن غالبية هؤلاء المنكوبين إنسانيا يتواجدون في الأرياف غالبا وفي مناطق التماس بين التواجد العسكري للأطراف المتحاربة. وفي أكثر من مناسبة تزعم الأمم المتحدة أن فرقها الميدانية تواجه صعوبات وعراقيل تحول دون الوصول إلى الفئات المستهدفة. كالعادة لا يجرؤ المعنيون في الأمم المتحدة خصوصا العاملين في الشأن الإنساني على تسمية من يعرقل وصولهم إلى مستحقي الإغاثة، ولا من يسيطر ميدانيا على آليات التوزيع ويحتكرها لمصلحته وأتباعه. في المقابل تستمر معاناة الملايين معزولين تماما عن الاهتمام الإنساني من كل الأطراف، وكل طرف مستعد بتعديد مبرراته. تجدر الإشارة أن مناطق الريف تعتبر الطرف الأكثر تضرراً من غياب المساعدات أو شحتها، وللأسف تواجه وسائل الإعلام صعوبة في الوصول إلى من هم في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، بينما الأرياف في نطاق الشرعية تعيش معاناة مزدوجة تتمثل في انعدام الخدمات وانتشار البطالة رغم أنها محررة كما يقال. إذن مشاهدينا الكرام، حاول التقرير تسليط الضوء على حقيقة ما يعيشه الناس في المناطق الريفية والنائية أو تلك المحاصرة، ومن خلالكم لعلنا نتعرف على تفاصيل حول هذا الموضوع. معنا إلى الآن لا يوجد لدينا اتصال. نذكر مشاهدينا الكرام أن موضوع حلقتنا لهذا اليوم من المنصة هو إعلان الأمم المتحدة أنها لم تتمكن من الوصول إلى أكثر من 5 ملايين مواطن يمني داخل اليمن بحاجة ماسة للمساعدات الغذائية. كان هنالك حملات خلال الأشهر السابقة قام بها عدد من الناشطين والصحفيين اليمنيين سواء في الداخل أو في الخارج لتسليط الضوء على عمل المنظمات الإغاثية سواء الدولية أو المحلية داخل اليمن، بعد انتشار العديد من الأخبار التي تتحدث عن فساد مهول في عمل هذه المنظمات، وأن ما يصل للمواطنين فعلا على أرض الواقع هو
مجرد 5% من التمويل الذي يذهب لهذه المنظمات. هنالك أخبار تتحدث عن أكثر. نعم، إذا لدينا اتصال فوزي المريسي من الضالع. مرحبا بك فوزي. حياكم الله. أهلا بك فوزي. إذا لو تحدثنا على منطقة الضالع بالذات، ما هي نسبة وصول المساعدات إلى هذه المنطقة؟ نعم، في المناطق التي تقع تحت سيطرة الميليشيات هناك نسبة قليلة جدا من المساعدات الإنسانية التي تصل إلى مستحقيها، ويتم توزيعها بحسب مزاج مشرفي الميليشيات في تلك المناطق أو بحسب عقال الحارات. هناك ما هو أسوأ من ذلك، وهو أن الميليشيات الحوثية حينما تم تحرير إحدى المواقع التي كانت تتمركز فيها، تم العثور على يعني مخلفات من يعني لبعض المأكولات كالبسكويت الذي يتم توزيعه عبر منظمات الإغاثة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في تلك المواقع، أي ما يعني أن توزيع كمية كبيرة من المساعدات التابعة للأمم المتحدة يتم توزيعه على عناصر الميليشيات التي تقاتل في الجبهات. نعم فوزي، في الضالع ما الذي يعرقل وصول المساعدات؟ هل الأوضاع الأمنية والمواجهات، أم هو تعذر من قبل المنظمات من نفسها، يعني فساد كما دعا في الأخبار وكما تناقل الناشطون؟ نعم، فيما يتعلق بأسباب عدم وصول المساعدات إلى كثير من المناطق، صحيح الوضع الأمني له دور كبير جدا في هذا الموضوع، ولكن أيضا الوضع الأمني، ودعيني أوضح أكثر في هذا الموضوع، الكثير من المناطق عزلت عن بعضها أو بسبب المواجهات، وباتت الطريق صعبة جدا للربط بين هذه المناطق. على سبيل المثال بين مريس ودم أصبحت الطريق وعرة جدا التي يتم سلكها في يعني وبعيدة جدا، وبالتالي كثير من الأمور الأساسية لم تعد تصل إلى تلك المناطق إلا بصعوبة، ناهيك عن وصول المساعدات الإنسانية وغيرها. أيضا هناك تقصير كبير بما لا شك فيه من جانب المنظمات الإغاثية ومنظمات المنظمات الإنسانية في المناطق التي تشهد مواجهات وتشهد حالة نزوح كبير جدا، سواء في مريس أو في قعطبة أو في الحشا من قبل والأزارق. في هذه المناطق لم تصل منظمات الإغاثة إلا ما ندر منها. في منطقة الأزارق لم يصل أي من المساعدات الإنسانية، خاصة مساعدات الأمم المتحدة وغيرها من هذه المنظمات، رغم أن كثير من القرى وعددها أكثر من 5 قرى نزح أبناؤها بشكل كامل، وعددهم يزيد عن 2500 مواطن أو أسرة، لم تصل مساعدات إنسانية إلى هذه القرى، وتعتبر في قبل أن يتم استعادة السيطرة عليها من قبل أبنائها كانت تعتبر مناطق منكوبة بالكامل، ومع ذلك حرم أبناؤها من المساعدات الإنسانية. فوزي، برأيك من يتحمل المسؤولية؟ في المقام الأول من يتحمل المسؤولية عن ما وصلت إليه البلاد من أزمات وكوارث ووضع إنساني لا يحسد عليهم الميليشيات الحوثية الانقلابية، ولكن هناك مسؤولية إنسانية تظل ملقاة على عاتق المنظمات العاملة في هذا المجال، وأيضا على عاتق العاملين في هذه المنظمات، وهو كيف يمكن أن تكون مسؤول على عمل إنساني وأنت لا تقوم بالدور المناط بك والبحث عن أماكن التضرر من المواجهات والمحتاجين لهذه المساعدات. إذن هي مسؤولية مشتركة، ولكن يتحملها في المقام الأول هم الميليشيا الحوثية.
نعم، إذا فوزي المريسي كنت معنا من الضالع، شكرا جزيلا لك. الآن معنا اتصال آخر من ياسر المليكي. ياسر من تعز، أهلا بك ياسر. نعم أهلا بك ياسر. أهلا بك أستاذ المشاهدين. ياسر، حدثنا عن وضع تعز مع المساعدات الإغاثية والمنظمات، كيف هو الوضع في تعز؟ هل يختلف؟ بالتأكيد أن ما يسوء تعز هو ما يسوء كل محافظات الجمهورية، عدا أن محافظة تعز أو مدينتها تحديدا تشهد حصارا منذ 4 سنوات، أي من منتصف 2015، وحتى اللحظة تشهد حصارا من قبل جماعة الحوثي. تم حركة جماعة الحوثي تنقل السكان أو تنقل عمال الإغاثة الإنسانية أو حتى مندوبي المنظمات الأممية والكثير من البعثات الأممية التي تريد الوصول إلى تعز. سمعها جماعة الحوثي أن تمر من الطرق الرئيسية التي تغلقها منذ 4 سنوات. ما يسوء محافظة تعز بالتأكيد أن المنظمات الإنسانية وهي تقوم بتوزيع عدد من مواد الإغاثة والاحتياجات الإنسانية هي لا تقوم بالتنسيق أولا مع الحكومة اليمنية أو مع السلطة المحلية، وبالتالي فإن كثير من المنظمات يحدث خلط فيما بينها، إما في الجانب الغذائي أو الصحي أو غيره، فهناك تركيز على مديريات بعينها، إضافة إلى أن ما هي هذه المديريات ياسر؟ تحدثت عن تشديد على مديريات بعينها، ما هي هذه المديريات؟ ما هي أبرز المناطق التي لا تصلها المساعدات؟ كثير من المديريات وخصوصا الريفية، سواء في غرب تعز مديريات كجبل حبشي وموزع والوازعية، ما يصلها من المنظمات الإنسانية خصوصا الغذائية قليل جدا مقارنة بمديريات مثلا خاضعة لسلطات جماعة الحوثي سواء في شمال أو شرق تعز، إضافة إلى أن ما يصل في بعض المحافظات مثلا وهي أقل سكانا يعتبر كثير جدا مقارنة بما هو مخصص لمحافظة تعز. لا أقول أن هذه الإشكالية هي وحدها التي يشكو منها السكان أو المتضررون، بل أنه المنظمات الإنسانية تدركين أنه خلال الشهرين الماضيين كانت هناك حملات شعبية تساعد هذه المنظمات الأممية أو الشريكة لهذه المنظمات الدولية، تساعدها وتطالبها أين سرقت هذه الأموال، وخصوصا إذا ما علمنا أنه في عام واحد مثلا أعطى المانحون للمنظمات الدولية وشركائها المحليون أكثر من 5.5 مليار دولار، ما هو مخصص للسكان المدنيين أو المتضررين أو المحتاجين، مقارنة بهذه المبالغ المهولة لا يساوي شيء. فالمنظمات الدولية مطلوبة منها اليوم أن تفصح عن أين سرقت هذه الأموال وكيف خصصتها. لا ينبغي لهذه المنظمات، في جانب آخر لا ينبغي لهذه المنظمات أن تظل تعمل في الجانب الغذائي أو الإغاثي أو المساعدات الطارئة. اليمنيون لا يحتاجون إلى الغذاء وحده، اليمنيون بحاجة إلى مشاريع تنموية تجيب لهم الدخل وتعود بالناس على كل المجتمع. هناك كثير من الاحتياجات التنموية التي يحتاج إليها اليمنيون، هذه المبالغ المهولة كان ينبغي أن يخصص على الأقل نصفها للمشاريع التنموية التي تخدم كل المجتمع، ستخدم كثير من كل السكان في المناطق التي تستهدفها. لكن للأسف الشديد حتى هذه اللحظة لا توجد أي منظمة دولية أفصحت عن الأموال التي تتلقاها من المانحين وكيف صرفت هذه الأموال، وبالتالي فإن الالتزام الأخلاقي التي ينبغي أن تكون عليه هذه المنظمات أصبح مهزوزا أمام المجتمع اليمني، أصبح مهزوزا
أمام المانحين. ونحن سمعنا كثير من التصريحات الناقدة من جهات دولية مانحة لهذه المنظمات وتسائلها أين سرقت هذه الأموال، إضافة إلى أنه خلال الشهرين الماضيين أي منذ بداية 2019 الجدير بالذكر سيد ياسر، أيضا الجدير بالذكر أنك أحد مطلقي حملة وين الفلوس وأحد أبرز الناشطين فيها التي كانت خلال الفترة الماضية. أين وصلتم بالحملة؟ هل هنالك ردود فعل؟ هل هنالك استجابة؟ أنتم طالبتم المنظمات بنشر تقاريرها المالية، هل هنالك منظمات استجابت وقامت بنشر تقارير مالية لعملها؟ للأسف لا توجد أي منظمة أصحت عن كيف أنفقت هذه الأموال عدا منظمة واحدة وهي أوكسفام البريطانية. أصدرت تقريرا لا ينبغي أن يقال أنه تقرير يخاطب الجمهور أو أنه يفصح عن مصداقية هذه المنظمات، حيث أنه تقرير عام ليس فيه أرقام أو جداول أو بيانات أو أماكن الاستهداف التي يمكن أن يبنى عليها مصداقية هذا التقرير من عدمه. أما كل المنظمات للأسف الشديد خلال هذه الأشهر الماضية وخلال السنوات الأربع الماضية لم تفصح عن تقاريرها المالية، وهي هذه المنظمات تفصح عن تقاريرها المالية في كل الدول التي تعمل بها وفي مقراتها الرئيسية، تفصح عن كل ما تنفقه من أموال في دول أخرى غير اليمن. إلا في اليمن فلا نجد في وسائل إعلام هذه المنظمات ما يفصح أو يؤكد على نشر هذه المنظمات لتقارير مالية تلجم تساؤلات المجتمع اليمني وتلجم نقد المانحين لعمل هذه المنظمات. هناك عدد من التصاريح التي صدرت وهي خذولة تحمل جماعة الحوثي مسؤولية سرقة أقوات الجائعين وخصوصا في العاصمة صنعاء. حملت قيادات الحوثيين أو مجموعة من قيادة الحوثيين إلى إضافة إلى جهات تديرها جماعة الحوثي اتهمها برنامج الغذاء العالمي بأن هذه الجهات التي تديرها جماعة الحوثي تسرق أقوات الجائعين. وبالتالي كان هذا التصريح هو مقارنة بالصمت الذي ظلت تعمل فيه هذه المنظمات خلال أربع سنوات، يعتبر تصريحا قويا هو حاول أن يسترضي اليمنيون. نعم سيد ياسر، أثناء حديثك بطريقة غير مقصودة ربما عملت مقارنة بين اليمن وبين بلدان أخرى من ناحية نشر التقارير المادية وآلية العمل الشفافة الأكثر. هنا استطرقني سؤال، من ضمن الأسباب التي كان يبديها الجهات الأمم المتحدة عندما تأتي للحديث عن عدم تمكنها أو تعذرها للوصول إلى بعض المناطق داخل اليمن بسبب المواجهات والأوضاع الأمنية، في المقابل شهدت دول كثيرة نفس الأوضاع وربما أسوأ، ولم تصل هذه الدول للوضع الإنساني الكارثي الذي وصلت إليه اليمن. برأيك هل هذا السبب كافي؟ وما هي أسباب أنه لا يتم الوصول كبقية الدول التي تشهد نفس أو تعيش نفس الظروف التي تعيشها اليمن؟ بالتأكيد بلد مثل سوريا مثلا يعيش أو عاش ظروفا أسوأ مما هي موجودة في اليمن، لكن تقرير الأمم المتحدة الذي صدر قبل ثلاثة أشهر أو بداية العام 2019 قال أن اليمن هو البلد الأول في مجال أو في نقص الغذاء في العالم أو المهدد بأن أو سكان اليمن مهددون بالمجاعة أكثر من أي بلد في العالم. هذا بالتأكيد لا يعني أن منظمات الأمم المتحدة لم تقم بالوصول إلى كل المناطق التي تشهد نزاعا مسلحا سواء في محافظة تعز أو في مدينة الحديدة أو غيرها من المحافظات المتحدة.
كانت تتعلل كانت تتعلل هذه المنظمات بأنها لا تستطيع بسبب هذه الأوضاع، بينما شهدنا أو سمعنا أو قرأنا أن هذه المنظمات استطاعت أو عملت على الوصول إلى كل المناطق الملتهبة في العالم، وخصوصا في البلدان العربية التي نتابع أحداثها. هناك شيء آخر فيما يتعلق بالحملة الشعبية التي تطالب المنظمات بالدفاع عن أموالها، كانت هذه المنظمات أو صرحت بأنها لا تستطيع أن تعلن تقاريرها إلا لجهات رسمية يمكن التخاطب معها. مع ذلك تخاطبنا مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. قال وزير التخطيط والتعاون الدولي أنه بعث برسائل إلى كثير من المنظمات الدولية يسائلها أين هذه الأموال وكيف أنفقتها وأين تقاريرها المالية وأين تقارير الإنجاز، لكن للأسف الشديد حتى لهذه الجهة الحكومية المختصة لم تقم المنظمات الدولية بإعطائها ما تريده من تقارير، وكان هذا شيء مضحك ومؤسف. أن هذه المنظمات الدولية تتعامل بحذلقة مع المجتمع اليمني. نعم، شكرا أستاذ ياسر الملكي، كنت معي من تعز، أشكرك جزيل الشكر لمشاركتك معنا في هذه الحلقة. اتصل آخر مشاهدينا الكرام من السويد، الناشطة بشرى يحيى. مرحبا بك بشرى. مرحبا بك. يا أهلا وسهلا بشرى. 4 سنين حتى يأتي إعلان الأمم المتحدة أنها لم تتمكن من الوصول ل5 ملايين مواطن يمني داخل اليمن، برأيك ما سبب تأخر هذا الإعلان؟ وما سبب كل هذه السلبية في التعامل مع الوضع المزري في هذا البلد؟ بصراحة مش عارفة إيش أحكي. أنا بالنسبة لي مفروض الأمم المتحدة بتصرف بأي شكل، بالقوة، بالرضا، ما عنديش أي فكرة كيف، بس أهم شيء إنهم يوصلوا المساعدة بطريقة أو بأخرى، لأنه من جد الوضع جدا مزري، الأطفال تموت، الوضع لا يحتمل. أنا بالنسبة لي لما شفت كثير أطفال تموت ومجاعة، هذا الشيء أثر فيني جدا سلبي. فأتمنى أنهم يتصرفوا بأي طريقة، ولا سواء الشرعية سواء الحوثيين، أتمنى ما يخلطوا الأوراق ببعض، يفصلوا السياسة عن المساعدات. أوكي خلاص، خليهم يتحاربوا لما يتصافوا ويوصلوا الحل، بس أتمنى أنهم ما يخلطوا هذه الأشياء بالمساعدات وب إيصال الأكل والشرب والعلاجات للأشخاص المحتاجين، لأنه بصراحة ما لهم ذنب يتحملوا هذه الأشياء وهم الذي يروحوا فيها يموتوا ويتعرضوا لمجاعة. نعم بشرى، برأيك من يتحمل المسؤولية ومن وما هو دور الحكومة الشرعية في كل هذا؟ تحمل المسؤولية على كل الأطراف بصراحة. كل الأطراف هي متحملة المسؤولية، وهم السبب الأول والأخير في هذا المجاعة الذي صايرة وبكل شيء صاير بالبلد. فهدف أو دور الشرعية جدا رئيسي، بما أنهم عاملين حالهم أنهم حكومة وهم الشرعية وهم الحكومة، حكومة اليمن بالوقت الحالي، فمفروض يتصرفوا بأي طريقة منشان توصل المساعدات لمستحقينها. نعم، إذا بشرى برأيك ما الذي يمنع الأمم المتحدة من تسمية الجهات المعرقلة لوصول المساعدات بطريقة مباشرة؟ دائما ما تقول لم نتمكن من الوصول، فرقنا في الميدان تتعرض للمضايقات بدون أي تسميات، ما سبب عدم تسميتها بطريقة صريحة للجهات المعرقلة في الأرض؟ صح، هذا الموضوع يدخل بطريقة سياسية أو لعبة سياسية بصراحة هذا الشيء. أما إذا الأمم المتحدة عندها يقين أو عندها حافز أنه حابة توصل مساعدة، حتوصلها، بس في لعبة سياسية خفية فهي السبب في عدم إيصال المساعدات للمستحقين. نعم، إذن بشرى يحيى كنت معنا من السويد، شكرا جزيلا لك. الآن مشاهدينا نذهب لمتابعة عدد من التعليقات المتعلقة بالموضوع، الحلقة التي وردتنا على مواقع التواصل الاجتماعي والفيسبوك خاصة.
أول تعليق من هاني محمد قال: فتح الممرات المغلقة التي في مناطق الاشتباك لتسهيل عملية دخول الإغاثة إلى الأماكن المحاصرة والذين هم بحاجة ماسة إلى المساعدات تعد من مسؤولية الحكومة الشرعية والحوثيين، وتنحصر مسؤولية الأمم المتحدة في الحرص والمتابعة في توزيع المساعدات كي تصل إلى الفئات المستحقة. إذن كان هذا رأي هاني محمد. تعليق آخر لعرفات يحيى قال: كل من ذكرتيهم مسؤوليتهم يوفروا لأنفسهم أو أسرهم عيشة كريمة وامتلاك سيارات فارهة وضمان مستقبل أولادهم في مدارس عالمية في أمريكا وكندا وغيرها من الدول المتقدمة وشراء فلل وشاليهات في دول العالم والشعب يحرق. إذا كان هذا رأي عرفات يحيى. تعليق آخر لعبودي الرفيق قال: الأمم المتحدة عليها توفير الاحتياجات وعلى الحوثي والشرعية التعاون مع المنظمات الإغاثية لإيصالها إلى كل ربوع الوطن. إذن أغلب التعليقات تتحدث عن المسؤولية الأخلاقية للأطراف المحلية. تعليق آخر: إذن كان هذا آخر تعليق. يبدو أن الصفة المشتركة أو الرابط المشترك بين أبرز التعليقات تتحدث عن المسؤولية الأخلاقية للأطراف المحلية على الأرض للتعاون مع المنظمات الدولية لتوصيل المساعدات. نأخذ آراء الآن، بعض الآراء حول معاناة المواطنين من عدم وصول المساعدات وعدم انتظامها إلى المناطق المستهدفة. نتابع. يعني فوقها الناس الحين ما حصلوش حقوقهم ومسروقة، وفوقها سرقوا الكرة حقكم. ايوه طعم بابور اللي سرقك الحين، طعم بابور اللي يسرق، اللي نفسه اللي يسرق. طعم بابور يعني اللي معلقنا. لا طعم بابور لها اللي صاحبك طعم بابور لها، هذا طعم بابور صاحب بيت الفقير. ايوه طيب واللجنه فينها؟ اللجنه بلغناهم كامل قالوا لنا هبله جلدوا عليها قالوا بيحقوها فيه. المفروض انه على الامم سواء كانت الامم المتحده او الشرعيه أو الحوثيين أنفسهم، يعني مسألة المدنيين لابد إنه تكون تجنب في حالات الصراع. ضروري إنه يعملوا آليات وبرامج منسقة بينهم وبين الجهات المانحة والجهات التي تعطي الإغاثات الإنسانية للناس وإيصالها، خصوصاً المناطق النائية والمناطق الريفية أو مناطق أيضاً خطوط النار. يعني زي ما نعرف الآن حتى نحن في المناطق المحررة مثلاً في مناطق خطوط نار ومناطق نائية ما يوصل ليش، يعني في عشوائية أو إنه ما فيش مراقبة سواء كانوا من العاملين على جهة الإغاثة أو المنظمات، يعني ما فيش آلية واضحة يكون ما فيهاش تكرار. يعني يجب على جميع الأطراف تسهيل مرور الإغاثات الإنسانية أو المؤن الإنسانية لجميع المناطق سواء كانت تحت سيطرة الشرعية أو التي ترزح تحت ظلم الانقلاب. يجب على الأمم المتحدة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإيصال هذه المساعدات إلى جميع الناس. كمن المساعدات الإنسانية والشعب اليمني الآن بحاجة ماسة لهذه المساعدات، كانت في مناطق الشرعية أو في مناطق الانقلاب الذي تنقطع عنهم الرواتب والتي ترفض الميليشيا الانقلابية أن تعينهم تصرف لهم حقهم الذي كفل لهم الدستور وكفلت لهم جميع القوانين كموظفين مع الدولة. يجب على كل من الحكومة الشرعية وحكومة الانقلاب الحوثية والأمم المتحدة تسهيل سير الإغاثة للمحتاجين من جانب إنساني، وعدم تسييس الجانب الإنساني، لأن يعني رغم الحصار في ناس يعني ما في مجاعة كانت حاصلة في كل حاجة، فلا بد إنه يتم تسهيلات، وعلى كل واحد يقوم يسبب إعاقة لسير الحركة الإغاثة لا بد على الأمم المتحدة والدول المجاورة اتخاذ عقوبات مناسبة لهم. في وقت الحروب لابد مثل هذه الحروب تعطي ويلات للمواطنين، يتجرعها المواطنين بشكل عام،
مثل شحة الإمكانيات وشحة متطلبات الحياة الأساسية. هذه الأمور جعلت بعض المنظمات الدولية التي يجب ويلزم عليها في مثل هذه الظروف أن تقوم بدعم مثل هذه المناطق التي تعتبر مناطق منكوبة نتيجة الحروب التي شنتها سواء قوى الانقلاب أو بالنسبة إلى الغارات الجوية التي تقصف من قوى التحالف أو غيرها. هذه المناطق لا تزال إلى هذه اللحظة محاصرة في أغلب يعني الأحوال، سواء كانت تحت سيطرة الحوثيين أو أنهم مسيطرين على المنافذ أو المداخل المؤدية إلى هذه. إذن مشاهدينا الكرام، كانت هذه بعض الآراء للمواطنين من الميدان. نعود الآن لاستقبال المكالمات، ومعنا من الحديدة نعيم فؤاد. مرحبا بك نعيم. أهلا بك. الحديدة هي ربما من أكثر المناطق اليمنية والمحافظات اليمنية تعاني وانتشار للمجاعة، كيف هو وضع الإغاثة في محافظة الحديدة؟ ما نسبة الإغاثة التي تصل هذه المحافظة؟ نعم أستاذة، الحديدة المناطق نعم أسمعك نعيم، تحدث. نعم هل أنت معي؟ نعيم هل تسمعني؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال. يجب أن تعرفوا مشاهدينا الكرام أننا نواجه صعوبة بالغة في الوصول إلى الناس داخل اليمن، نواجه مشكلة مع الاتصالات داخل اليمن. أنتم تعرفون كيف هو الوضع داخل اليمن وكيف هو وضع الاتصالات. إذن نذهب لنقرأ بعض التعليقات التي أيضا وردت على الموضوع في الفيسبوك. من هذه التعليقات تعليق لنبيل البكيري، قال: التحدي الأكبر الذي يواجهكم اليوم هو فقدانكم للمصداقية وأزمة ثقة كبيرة بينكم وبين اليمنيين، ولا يمكن استعادة مصداقيتكم وإذابة أزمة الثقة إلا من خلال تحقيق دولي نزيه وشفاف حول مصير المساعدات الإنسانية على مدى 4 سنوات مضت على الأقل. إذن هنا الأستاذ نبيل يخاطب المنظمات الدولية. تعليق آخر، تعليق آخر لماجد واصل، يقول: الهيئة الوطنية بالجراحي مستنقع للنهب والاقتياد بحقوق الضعفاء، كشفت طوابير المستفيدين من المساعدات التابعة لمكافحة الجوع عن حجم العبث والنهب الذي تتعرض له أغلب الأسر النازحة والأشد فقرا على أيدي ما تسمى الهيئة الوطنية بمديرية الجراحي. وأثناء زيارة لمركز التوزيع والذي يقع على بعد أمتار من منزل مندوب الهيئة الوطنية بالمديرية، اتضحت الصورة الحقيقية التي كانت تخفي الكثير من الخفايا والأحداث منذ سنوات، والتي تدل على حالة النهب والاقتياد بحقوق الضعفاء من قبل هذه المجموعة التي أصبحت من الأثرياء على ظهور الضعفاء. تعليق آخر لموسى النمراني، موسى يقول: بعد مرور 4 سنوات من الحرب والعمل الإغاثي، لا يوجد للأمم المتحدة آلية مستقلة لتوزيع مساعداتها ولا للحكومة اليمنية، على الرغم من وجود لجنة مختصة بالإغاثة وجهات أخرى، لكنها كلها تعمل بعقليات تناسب جمعيات صغيرة أو مبادرات شبابية، أحيانا بسبب نقص الكفاءة وأحيانا بسبب الرغبة في تمرير عمليات الفساد وسرقة المساعدات. إذن كان هذا هو تعليق موسى النمراني في الفيسبوك. نأخذ أيضا آراء حول الموضوع من التي وصلتنا عبر الواتساب. للأسف ما زالت الحوثيين لحد الآن ميليشياتهم تقوم بأخذ الطعام من أفواه الكياع. خلونا نستذكر شوية إيش اللي كانوا يسووها الحوثيين من 2015. من 2015 الحوثيين قاموا باحتجاز أكثر من 88 سفينة إغاثية ومنعها من الدخول عن طريق ميناء الحديدة.
قاموا بتفجير أكثر من 7 سفن محملة بالإغاثات كذلك بصواريخها. مش بس كده، لا، في 29 ديسمبر قام باحتجاز شاحنة تزن أكثر من 32 طنا من الأدوية. يعني مش بس يسرقوا الغذاء ويحرموا الناس ويموتوهم جوع، لا، يحرموهم من حقهم من أنهم يتعالوا. للأسف الحوثيين كذلك يقوم بأخذ هذه المواد الغذائية وتغيير أغلفتها وبيعها للناس المستحقة بأضعاف أضعاف الأسعار. أول وحدة كنت فرحانة في محاورات السلام في السويد، كنت أمني، لكن للأسف كل اللي أنا أشوفه أنه قاموا الحوثيين باستغلال مشاورة السويد عشان بس يرجعوا أو يتمكنوا أكثر من بالأرض أو يرجعوا لأماكنهم في الحرب فقط لا غير، أو أنهم يتغيروا. للأسف لا، عشان كذا أنا لا ألوم الجيش الوطني عندما يقول أن الحوثيين منشئة الحوثية تملك الحوثي، كل من يتبع الحوثيين في الداخل أو في الخارج ليس لهم أي لغة حوار غير السلاح. أول مرة أتكلم بهذا الأسلوب، لكن للأسف هذا اللي الواقع هو اللي فرض علينا. أبعد شوية عن السلام أقول أنهم صعب الواحد يحاول معهم. إذن مشاهدينا الكرام، بهذه المشاركة نصل إلى ختام هذه الحلقة. عندما طرحنا الموضوع على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهدينا الكرام، لقينا تفاعل كبير من قبل الناس داخل اليمن، ولكن سوء الشبكة في اليمن وسوء الاتصالات لم نتمكن من الوصول للكثير. لذلك نعتذر لكل من تفاعل وطرح رقمه في المنشور. بهذا إذن مشاهدينا الكرام نصل إلى نهاية هذه الحلقة، نشكركم على حسن المتابعة، والشكر هو موصول من زميلي في الإعداد ودعاطة. نلقاكم على خير في حلقة قادمة، إلى اللقاء.